شتاء قارسا في انتظار مصر. اول رد من الارصاد لكل المصريين، الناس في مصر مهتمين يعرفوا اخبار الشتاء اللي جاي، خصوصا بعد ما الجو بقى الطف شوية في سبتمبر. في ناس بتتكلم عن ان مصر هتشهد شتاء بارد جدا ومعداش على مصر بقاله 30 سنة، لكن هيئة الأرصاد الجوية وبالتحديد الأستاذ محمود القياتي قال إن لحد دلوقتي مفيش توقعات دقيقة لشكل شتاء 2025، وإن الشتاء غالبا هيكون زي كل سنة ومش هيختلف كتير. كمان اتكلم عن الجو في الأيام الجاية وقال إن درجات الحرارة بالليل بدأت تنزل، ودرجة الحرارة الصغرى في القاهرة بقت حوالي 21 درجة، ومن الأسبوع اللي جاي هيكون في استمرار لانخفاض درجات الحرارة، وكمان الرطوبة قلت بسبب نشاط الرياح. الدكتورة منار غانم هيئة الأرصاد كمان وضحت إن في تغيرات يومية في درجات الحرارة في كل محافظات مصر، خصوصا بالليل ولحد الصبح. بتوضح ان الفرق بين درجة الحرارة بالليل والنهار بيوصل في بعض المدن ل 15 درجة، خصوصا في الاماكن الجبلية زي سانت كاترين. اللي ممكن نستفيده من الكلام ده ان الشتاء اللي جاي مش هيكون مختلف قوي، لكن في علامات ان الجو بدأ يبرد، وده معناه ان الشتاء ممكن يجي بدري السنة دي. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر.